خير، واليوم 22 تموز 2021 وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار ومثل العادة مع مولود برج الحمل. عزيز الحمل، الفلك عم بيتحدث عن خطوات تمهيدية مرتبطة بتجربة جديدة بتخص مشروع عمل أو انتقال قريب ممكن يغير من نمط مستقبلك المهني بشكل واضح جدا. عاطفيا ابتعد عن إحراج الشريك بتحرياتك الدقيقة عنه وعن سلوكياته الاجتماعية، وخصوصا إذا كنت مقرر تترك خلافاتك المستمرة معه على جنب. مولود برج الثور، تبدو الأجواء المهنية مبشرة وبتوحي ببدايات أفضل، وخصوصا يلي عم بعيشوا حالة من الفراغ المهني أو المتخوفين من أي خسارة محتملة، بالإضافة لمتابعات مرتبطة بمصادر مالية مهمة. عاطفيا رح تعيد النظر ببعض القرارات المصيرية المرتبطة بتفاصيل علاقتك مع الشريك بشكل إيجابي أكثر، وتبدو متحمس على نتائج المتعلقة باستقرارك معه. مولود الجوزاء، مؤامرة مفتعلة ممكن تعرضك لأزمات متتالية على الصعيد المهني، ولربما تجبرك على رفض مبدأ التنازل عن مطالبك وحقوقك مهما كانت حجم المخاطر والتحديات المحتملة. عاطفيا الفلك عم يتحدث عن ملامح لعلاقة ناشئة أو تطور إيجابي مرتبط بمشاعرك العاطفية مع الشريك، وبكل الأحوال تبدو الأجواء أفضل من السابق. مولود برج السرطان، كأنك عم تنتظر جواب أو موافقة معينة بتخص خطوة مهنية جديدة بتحمل معها انطلاقة كنت عم بتخطط لها من فترة طويلة، بالإضافة لرغبة بالسفر عم تسعى لتنفيذها قريبا. عاطفيا رح توضع حد لكل مشاكلك السابقة مع الشريك، ورح تجتهد على ترتيب أوضاعك العاطفية معه وتصفية الخلافات يلي بيناتكم بشكل ودي أكثر. مولود برج الأسد، عم بتعاني من ضغوطات مهنية ومالية مش سهلة أبدا، بالإضافة لتفاهم مهني جديد ممكن يحقق لك استقرار ثابت بدعم من أحد الجهات المهمة. عاطفيا من المحتمل يتغير أو يتبدل مصيرك العاطفي بشكل ملموس حتى لو تطلب منك الأمر القبول بالحلول الوسط وعدم التراجع عنها. مولود العذراء، قد يتعمد أحد الزملاء إلى إزعاجك أو انتقادك ورمي كل المسؤوليات عليك بدون ما يعمل أي حساب لحجم التعب والإرهاق النفسي والمعنوي اللي عم بتعيشه بشكل يومي في العمل. عاطفيا المطلوب منك التواضع في الحب وتعديل مواقفك مع الشريك بدل من تجاهل مشاعره ومطالبه بسبب عدم استعدادك لتطوير علاقتك معه. مولود برج الميزان، مسؤولياتك مسؤوليات مهنية جديدة عم تشعرك بالتعب وعدم الارتياح بسبب مخاوفك من النتيجة النهائية، ومن المحتمل تفتح لك الباب لمعالجة وضعك المهني بشكل سريع، بالإضافة لقرارات جريئة وحاسمة بتخص وضعك المالي. عاطفيا تغيير إيجابي ومفرح عم يتقرب من حياتك العاطفية بشكل ملفت وممكن يكلفك الكثير من التنازلات المالية بدون ما تعرف، ومن الضروري تنتبه لهذه الخطوة. مولود العقرب، عم بتعيش أجواء مهنية جامدة وأحداث متقلبة ممكن تجبرك على إنجاز المسؤوليات المطلوبة منك قبل حسم الأمر بشكل نهائي باتجاه شيء جديد. عاطفيا عم تستعد للتفاهم مع الشريك على كل شيء ممكن يفيدك بتطوير علاقتك معه بالرغم من حالة التردد وعدم الاستقرار النفسي لمرافقك من فترة طويلة. مولود برج القوس، الفلك عم يتحدث عن إنجازات مهنية مضاعفة ممكن تجبرك على وضع حد لأزمة خلافية مع أحد زملاء في العمل، بالإضافة لنشاط خاص عم تجتهد على إنجاحه من باب التحدي مش أكثر. عاطفيا عم تشعر بالخطر وعدم الاستقرار العاطفي وكأنه الأمور عم تفلت من إيدك بدون ما تستفسر عن الأسباب الخلافية يلي وصلتك لهون أنت والشريك. مولود برج الجدي، ما تفكر تتحمل مسؤوليات فوق طاقتك حتى ما تتعرض لانتقادات من الإدارة المسؤولة عنك، حتى لو كان هدفك لفت الأنظار عليك من خلال تحقيق إنجاز سريع أو تغيير مكان عملك بأسرع وقت. عاطفيا قلبك محتار بين اتجاهين بسبب الأحداث الصعبة يلي تسببت بإبعادك عن الشريك، ولكن مشاعرك رح تمكنك من تحديد مصلحتك معه بدون ما تلتفت لورا. مولود الدلو، عم يشغلك وضعك المهني ورح تعطي كل وقتك لمباشرة وظيفة جديدة بمدخول أعلى، بالإضافة لاهتمام جدي بكيفية التقرب من كبار المسؤولين بمحيطك الحالي، وبكل الأحوال رح تتمكن من موازنة الأمور بشكل إيجابي قريبا. عاطفيا قلبك وعقلك والجانب العاطفي اللي فيك مجند لأهداف مالية ومهنية بشكل واضح مع بعض الحرص والالتفات لمشاعر الشريك، ولكن من بعيد لبعيد. آخر الأبراج معنا مولود الحوت، عم تسعى بكل قوتك لتحقيق نتائج مضمونة مرتبطة بأعمال إضافية خاصة فيك، وذكائك المهني رح يساعدك على الفصل بين وظيفتك الحالية وأعمالك الخاصة. عاطفيا ما زلت عم بتعيش أجواء ضبابية بتخص علاقتك مع الشريك وكأنك أمام مستجدات يومية
عم تعكس بشكل سلبي على أداء التفاصيل الخاصة بوضعك معه. هذه كانت أخبارنا وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار. ضلكم بألف خير، منشوفكم بكرة، باي باي.